السلام عليكم. هذا هو التهريب، شوف بالشكل هذا. شوف، ما دام التهريب مع التشغيل خلاص، التانكي ما في شيء، الحساس ما في شيء، هذا لانه مع الهوز حق اللي رايح من التانكي البنزين او من تروبة البنزين على البخاخات، هذه تطلع مع ضخ البنزين مع سويشت. لو التانكي كان بيقطر مستمر، لو كان الحساس كان بيقطر مستمر، لان الحساس في فتحة يركم فوق، اذا طاح يصير ينزل اذا تعب فل. بس ما دام مع فتح السويشت، فهذا مع ضخ ترمبة البنزين وهو رايح على البخاخات، تلاقي فيه ماسورة انكسرت او مشطوبة او صار فيها احتكاك. هذه ايش تسوي؟ مكان الاحتكاك تقص بقص بطريقة بحيث انك يعني تفصل بينهم وتشبك بين الكسرة، هذا هوز صغير فقط يركب يمين ويسار وتكبس عليه بقفيز، حتى بدون قفيز، لو بس يكون افضل الهوز يركب بقوه ويعني بشده من يمين ويسار، انا اضمن لك راح يوصلك ابها وما في مشاكل. السلام عليكم ابو رياض، صباحك الله بالخير. كتب الله اجرك، رحم الله والديك، جزاك عنا كل خير. بالنسبه للتصوير، انا والله ما قدرت حتى اوصل للمشكله، مكان ضيق جدا، عرفت؟ ونزلت بصور ونزلت قطرة بنزين في عيني مع الزيت شفت. طبعا سبق ودخلت قناتك في اليوتيوب، فريت الفيديوهات كلها ما حصلت المشكلة، فاضطريت والله العظيم اني ألجأ للتليجرام، ولكن ولا ودي ازعج قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كل خير. مجرد تنبيه وكمان تحذير، موديلات 2015 خصوص تهريب البنزين من تانكي البنزين. أمس أو أحد المتابعين جاني أمس، للأسف نازل من عقبة ضلع إلى مربة، تفاجأ إنه فيه تقطير وريحة بنزين ما هي طبيعي، تأكد من أسفل لقيت تهريب. سألته هل تمت سابقا فك الترمبة أو شيء من هذا الكلام؟ قال لا، السيارة على يد وكالة، ولكن قد صارت قبل كذا، يقول كان مع أخوه وطلع في مشكلة في أحد الهوزات حق التانكي، وهذه للأسف شفتها ممكن هي من إحدى سلبيات الموديلات الأولى في التصنيع في كل جيل. طبعا كان فيه بعض الأخطاء، أو ما بأخطاء، كان فيه الموديلات الجديدة 2015 إلى 2020 كان فيه بعض الأشياء عدلوها في الدفعة الثانية، وانت طالع من 2015 الدفعة الثانية إلى 16-2020. من ضمنها اللي هو طبعا كان فيه غطاء تانكي نفس النظام الموديل السابق
من 2015 الدفعة الثانية وطالع، و16 جاب دون تانك البنزين أو غطى تانك البنزين. أيضا الليات حق الكمبرسر في مدة 2015 كانت حاطين الليات الأعلى وكانت تسوي في احتكاك مع الليات القربة، أيضا تلافوها في المديرة الثانية الدفعة أو الدفعة الثانية في 2015 و16 وطالع. أيضا من ضمن العيوب اللي هي ليات تانك البنزين، للأسف كان فيه خطأ في التصميم الله أعلم، وحتى في مواقع أجنبية لما بحثنا لقينا إنه في ناس يعني منصدمين ومستائين من الشركة ومن مشاكلها وعدم حلها، ونظرت لدرجة إنه بعض الناس من كثر المشاكل يعني ما عيبها. طبعا هي هذه الأشياء كلها اللي ذكرتها ما تعيب شيء، ولكن ممكن كان حتى فيه بعض الأخطاء أو بعض الأشياء المصنعية اللي كانت فيها عليها استدعاء. عندك برضو اللي هو نظام الفرامل، بعض السيارات كان لما تدعس فرامل لما تسقف تفلشر، والمشكلة كان فيها اللي هو لما تسقف كان فيها شرايح تصير فيها التماس مع دعسة الفرامل فتغير الشريحة وانتهى الموضوع. هذا ما كان موجودة في الموديلات اللي بعدها أو الدفعة الثانية اللي في 2015 وطالع. أيضا بنفس المشكلة هذه في الهوزات حقت اللي هو تانك البنزين، الرجال ما اجتهد وما قصر، حاول وصارع لن وصل على الهوز بطريقة ما، فكوا سواله حل بديل والفضل الله الحمد لله حلت المشكلة وادى الغرض، لكنه لابد تعديل الهوز هذا، وما هي أول مرة، أكثر من مرة في مقاطع، لكن للأسف المشكلة ممكن أغلبها اللي في طرحت قليل، لكن ممكن صادفت أكثر من شخص بالمشاكل هذه. راح أوريكم المقطع، شوف من هنا كيف منفجر ومن الجهة الثانية أتوقع أن في شيء قارص عليه. الحين أنسى طريقة إيش تشوف. السلام عليكم. طبعا هذا اللي قلت لك ضبطته، وزي ما قلت لي بعد اللحام البارد حطيت التيب هذا، ونقول على الله توكلنا على الله وبالله التوفيق. طريقة العلاج اللي سوالها مؤقتا، ولكن لابد بعد العيد إن شاء الله وانتهى الحظر خلال 4 أيام العيد إن شاء الله لازم يستبدل الهوز حق التانك البنزين. طبعا هذا تانك البنزين، بس أنا اللي عندي سوبر بان، ولكن شوف الطريقة. طبعا هو الهوز هذا، الهوز هذا فيه اللي هو قسام، طبعا هنا وصله لاحظوا هذا الهوز قصير من الماسورة إلى هنا قسام، بعد القسام هنا أيضا في وصلة من هنا من جد هذا في وصلة راكبة إلى فوق الخزان إلى طرمبة البنزين. المشكلة عند الرجال هذه الماسورة مع أنه فيها عزل، ولكن لا أعلم كانت تحك في البودي من داخل، كانت تحك في البودي من أعلى، والعازل هذا للأسف مو كامل، كان فيه بس جزئية، في جزئية بدون عازل، فالجزئية اللي بدون عازل كان تسوي احتكاك في العارض هذا اللي هنا وسببت احتكاك بعد الاستخدام وصار فيه تهريب. طبعا للأسف يعني الخزان هذا لما تكون فيه مقطعة وخزان فل صعب جدا السيطرة عليه، ولا أعلم كيف وصل عليه ما شاء الله تبارك الله. أنا الآن حاولت أوصل أفك الهوز لأنه بس مشكلة عندي أنا هنا تانك البنزين أطول، لأنه هذا يأخذ 117 لتر أو 119 لتر الله أعلم، لكنه القصير يأخذ 98 لتر. صراحة هنا التركيب أو الترتيب، وما شفت أحد أشتكى من الليات من مديرة 2016 وعلى، لكن فيه المشكلة ممكن كان في بداية التصميم في الجيل الجديد أول دفعة كان في مشكلة في تصميم اللي هو الهوزات. وأنا أقول الآن ممكن يقدر يركب هوز من الهوزات حق مديرة 2015 أو 16 وعلى يركب، ولكن يحتاج قبل كل شيء يروح إلى ميكانيكي عشان ينزل له الخزان شوي، ويمكن ينزل بالكامل ويشوف تصميم الهوز. وترى مو شرط يكون لازم نفس الهوز، في أشياء حين تكون في مقطعة في للضرورة تقدر تستخدم مخك وتستخدم البيئة اللي عندك، حتى لو قصيت اللي
ولكن أنصح إنه الليل لما تقصه خارج بنزين أو تقصه بشيء ما يكون فيه مولد شرار، وتستخدم أي هوز لين تؤدي الغرض وبإذن الله تحل المشكلة. فالجميع يحذر من المشكلة هذه أو يعمل حسابه. يقدر الآن ممكن يسوي لها عازل بالكامل قبل لا تقع في المشكلة، أو أنه يعمل احتياطه ويكون عنده حل بديل إذا صار المشكلة هذه، يكون عامل نفسه الاحتياط. ولكن أنا أشوف أنه يصلح المشكلة قبل لا تقع، خصوصا مديرية 2015، لأنه أعتقد التصميم حتى في المواصورة أو في المواصير حق البنزين مختلفة عن الدفعة الأولى عن الدفعة الثانية وعن مديرية 2016 وعلى